تبكي الرجال. القهر. انا والله ما نبكي عليها الدنيا هذه، حاجتيني بيكوني في الحياه هذه كيف نتذكر والدي، كيف نتذكر صبابي اللي تضروا في الحكايه هذه. هذه ناس تعاملتها البنك متاعهم ماهيش متاع دولة، يعطيوا للي يحبوا ينفذوا على اللي يحبوا يبيعوا يشتروا على اللي يحبوا. امشي الصباح للبنوك تلقاهم الصباح في القهوة، الناس تقول لي فتاح الرزاق تشد البير وتست، والناس تشد القهوة تبيع وتشري في القهوة. هذا منا يحكموا على العباد، اللي يحبوا يحكموا عليه بالاعدام، يحكموا اللي يحبوا يهزوه واللي يحبوا يطلعوه يطلعوه، اللي يحبوا يكسروه يكسروه واللي يحبوا يقبضوا بيه يقبضوا. شركة بالحجم هذاك كما حكينا فيه الدور تدويرتها ما بين 20 و30 مليون في النهار، ما تاخوش كارني دشاك كيفاش باش ندورها انا هذه؟ دونك انت هنا تحيلت عليا كبنك، تحيلت عليا وضع ووضوح تام، تحيلت عليا وضع ووضوح تام. عندنا شركاء ديجا هما عندهم ظهروا حتى هما متحايلين، ولينا نعاني في عصابة من المتحايلين. عندهم انترديتشيك واخذوا القرض، كيفاش انترديت كارنتشيك وهو دزيام جيرو معايا وتعطيني انت قرض؟ كي دونك انت ديريكت حاكم على الشركة هذه بالاعدام. سي الاسعد هو مواطن عادي باش يمشي ياخذ قرض 20 ولا 30 مليون صعيبة شوية الحكاية، رغم اللي يكون موظف ويكون بشهريته ويكون عنده دويرة ويرهنها و... ها؟ وانت تقول لي 250 مليون خذيناهم في وقت وجيز؟ اي هنا نعرفوا الانفلات نتاع الثورة. في جمعة خذيتوا الموافقة المبدئية باش تتحصلوا على مبلغ قيمته 250 ألف دينار. خاطر البايع من حجم الثقيل. نعم؟ خاطر البايع اللي باع المجمع هذا يتسمى من حد من الحجم الثقيل في الوقت هذاك، يزمو كن فيكون. سي الاسعد دربيل كنت تعديت معنا في وقت ما وحكيت على المجمع وعلى المشكل اللي صار وقتها، والحقيقة الفيديو متاعك معنا كان أثار ضجة كبيرة ويظهر لي كانت فما ردود أفعال ويظهر لي إيجابية لأنه فما ضحكة من هوني لهوني، ترى قل لي. صحيح هو الموضوع هذا أثار برشا ناس اللي هما كفلاحة كززارة كمربيين أنت كمجمعين الحليب كمجتمع مدني أنت، خاطر هو موضوع حساس وفيه برشا ناس تتسائل علاش الحليب ناقص، علاش شنو اللي قاعد يصير، اش بالحم غالي شنو، دونك الموضوع هذا اثار برشا ناس وبرشا ردود فعل. انت ما قعدتش اللي هبط الفيديو؟ اي بطبيعه الانسان اتكلم فيها العباد من كل بقعه، ديجا الناس بارك الله فيهم، معناها الناس اللي حست وكتبت دي كومنتير سماح ومعناها وتجاوبت، زاد كيف ما ناس كلمتنا اللي هما معناها متورطين في الحكايه هذه وهدونا وعملوا حاجات ماهيش باهيه في المجمع وعيناها بعد المنافذ، وتو باش نعديوها لكل جمهوريه نستناو السيد وكيل الجمهوريه باش ياخذ معاهم اللازم. دونك اليوم مجمع هدونا بالتكسير، هدمونا بكذا وكسروا مجمع ديجا من برا اللي صورناه تكسر هذاك؟ ايه تكسر، لا مش من داخل اما من برا كمجمع ثم بيروات تكسرت، ثم حاجات اضرار، حاولوا حرق المجمع زاده، وثم المهم عند المنفذ طلع وعاين وعمل معاينه في الحكايه هذه، واحنا تو عديناها للسيد وكيل الجمهوريه وننتظروا باش الدوله تاخذ اللازم مع الناس هذية اللي هي تعتبر روحها فوق القانون، وشكون في جرتهم زادة؟ شكون حتى إذا كان؟ وشنو الأضرار؟ معنا الناس اللي عملت الأضرار هذية، خاطر إحنا صارت لنا برشا أضرار من قبل، وكنا كيف نمشي ونشكيو؟ نقايدوا ضد مجهول، ما نعرفوش، لكن اليوم ولينا نعرفوا شكون في جرة اللي قاعد يصير. والدولة يلزمها تقف للناس هذية بكل حزم، وبكل صرامة، على خاطر الناس هذية قاعدة توخر بالبلاد. وهذم هم الناس اللي ما يحبوش تونس تقدم، يلزمنا ناخذوا معهم اللازم باش نجموا نشقوا ثنيتنا. سي
سي الأسعد، وقت اللي تعديت معنا في بلا قناع كنت تحدثت على العديد من التجاوزات وعلى العديد من المشاكل اللي صارت معك، بما في ذلك قلت لي تحصلنا على مبلغ مالي يسوى 500 مليون كقرض. أما بنك تعطيك 500 مليون قرض؟ واعطيني الوقت قداش البنك عطاتنا بما يقارب اللي هو المجمع قيمته 500 مليون، لكن احنا خذينا قرض ب 250 مليون. والقرض هذي اتضح احنا في وقت من الاوقات، انا وقتها في الانترفيو قلت لكم ثم رئيس حكومة، هو في الرئيس في وقت في عهد يوسف الشهد، وقتها كانت رئاسة الحكومة عاملة مقر قفا وزارة كندا في تونس العاصمة في اللاك، وطلعت انا الغادي وثم مد هي مديرة شو اسمها هي كيما نقولوا الوزارة واللي تابع لوزارة الحكومة، فهمت السي مدام هذه قعدنا معها تقريبا 6 مرات اجتماع بيها، ووضحت لها الحكاية وقلت لها راه صار وصار وصار وصار، وجبدنا على البنكة قالت راهي ثم بالنسبة ثم تجاوزات بالنسبة للبنك، البنك هذه تجاوزات، وقالت احنا شاب باش ناخذ الاجراءات، قلت لها اعطينا ما يثبت باللي، قالت لا اذا كان باش نعطيك ما يثبت باللي انت قالت لا نعطيك ما يثبت راهو تخسر تولي ما تنجمش تتبع القضيه نتاعك، ما خذينيش وقت، لكن احنا خذين عملنا خطوه تسمى بها، وقتها تبدل السيد المدير الجهوي في صفاقس حوله المستير في الوقت هذاك، قالت لك ثم حاجة جديدة، قلت يا بنتي أنا ماني جايك باش تبدل فلان ولي فلتان ولو هو عنده تجاوزات، أنا وين في الحكاية والشركة متاعي أنا وين هي، أنا ضايع في الحكاية، يعطيني يا أخي إذا كان هذه بنك عندها تجاوزات يا أخوي ما طبق عليها القانون وعوضني يا أخوي، أنا يعلم بي ربي راني واحد الوحدة ما هيش باهية، فهمت باش نقعد نستنى سنين أنا، فهمت يا سيدي، مشى سي يوسف الشاهد ومشيت جمعته، فهمت جاء واللي بعدهم. خلينا لهنا، في اي ظروف خذيت القرض؟ خذيته في ظروف باش في وقت ذاك في الثوره هذيك بطبيعه ما حكينا لكم، انا في الثوره المنطقه هذيك دخلت انفلات والسيد ربع المجمع نتاعو، معناه ما بقاش يحب يجمع الحليب، احنا ديجا المجمع قلت لك هذاك يلمت في 25 طن حليب في وقت ذاك، والمنطقه ككل فيها وقتها تقريبا 60,000 طن. احكي لي على الناحيه القانونيه، على القرض اللي خذيتوه، ساهل انكم خذيتوا قرض بالمبلغ هذاك ولا لا؟ مش ساهل، هو على الاول احنا كيف اخذين القرض وتقدمنا البنك باش ناخذوا قرض ما رفضت على الاول. قديش المبلغ المطلوب؟ المطلوب وقتها 250 مليون وديجا راهو خلصناه القرض، باش نبدا واضحين احنا بالرغم ما خدمناش وبالرغم اللي صار خلصنا القرض. اعطيني الظروف اللي خديت فيهم القرض 250. القرض هذا ما تعطاش لولاد دربيل، هو تعطى للناس للسيد اللي هو كان مولى المجمع، خاطر احنا ما جا في يدنا حتى شيء، دونك احنا عبارة في التالي وقت توضح السيناريو وش قاعد يصير بالضبط، احنا عبارة عملونا كبش فداء، خرجوا شكون دخلوا شكون بكل السهولات ولا سهل كل شيء، لكن من بعد نلقاو رواحنا واحلين احنا، انت كبانكا كيف تعطي قرض وما ثماش رخصه، ما انت عندك لجنه، راك عندك لجنه في وسط البنكة تعرف اش تم واش ما ثماش، عندك محامين، عندك ديز اكسبير مش لعب هذايا، فهمت، وتعطي قرض بالقيمه هذيك، ومن بعد تلقى روحك انت وتلقى انت كشريك انت تلقى انترديك الريتشيك وتعطيني شكون انت الانتردي؟ لا سي الشريك نتاعي، ما انا كيفاش تقبل انت القرض هذا؟ دونك انت ورطني خليتني نرهن رزقي وخليتني كذا، ما انا انت راك عطيت القرض لناس معينه، انت جبت ولاد دربال على اساس باش ترهنهم عندك باش تسلك الناس، ما يصيرش هكايا. شو دخلوا معاكم شركاء وهما عندهم؟ عندنا شركاء ديجا هما عندهم ظهروا حتى هما متحايلين، ولينا نعانيوا في عصابه من المتحايلين. عندهم انترديت شيك واخذوا القرض، كيفاش انترديت كارنيت شيك وهو دزيام جيرو معايا وتعطيني انت قرض؟ دونك انت ديريكت حاكم على الشركه هذه بالاعدام، راهي الشركه هذه محكومه عليه مولوده ميته، عباره انسان مولود ميت، كيف معناها الوسائل القانونيه معناها غلطه
دونك انا شركه بالحجم هذاك كما حكينا فيه الدور تدويرتها ما بين 20 و 30 مليون في النهار ما تاخذش كارني دشيك تي كيفاش باش ندورها انا هذه تي دونك انت هنا تحيلت عليا كبنك تحيلت عليا وضع ووضوح تام وتوجهنا احنا للوزاره في عهد السي قيس سعيد بارك الله فيه وقابلنا بعض المسؤولين وتوجهنا بشيت انا شخصيا وطلعت البيرو دو كونتونسيو واجتمعت بهم وقال انت ما خليته انت قلت يا ودي انا مش نشكيتي لو كان نلقى نشكي بك الامم المتحده نشكي بك يا ودي انت راك دخلتني في ثنيه يعني بيا كان ربي ما نجمش نخرج منها وعلاش احنا توجهنا في كلامنا سيد الرئيس يا سي الاسعد هو مواطن عادي باش يمشي ياخذ قرض 20 ولا 30 مليون صعيبه شويه الحكايه رغم اللي يكون موظف ويكون بشهريته ويكون عنده دويره ويرهنها و... ها وانت تقول لي 250 مليون خذيناهم في وقت وجيز اي هنا نعرفوا الانفلات نتاع الثوره وهنا ثم ناس كما نعرفوا جرح الثوره كما نشوفوا متضرين الثوره بين الوقت اللي قدمتوا فيه المطلب وبين الوقت اللي خذيتوا فيه الفلوس قداش من بعض الاشهر القليل قداش من خذينا اول شيء خذينا موافقه مبدئيه من عند هيك على البلاصة هيك في جمعة في جمعة في جمعة وبالموافقة هذيك الموافقة المبدئية من البنك في فرع صفاقس نجم تمم البيعة تممنا البيعة بتاع الشركة يا سي الأسعد ميسير شخان نعطيك وقت وفرصة أخرى وسؤال واحد آخر في جمعة خذيتوا الموافقة المبدئية باش تتحصلوا على مبلغ قيمته 250 ألف دينار الخاطر البيع من حجم الثقيل نعم على خاطر البايع اللي باع المجمع هذا يتسمى من حد من الحجم الثقيل في الوقت هذاك يزمو كن فيكون شو معناه من الحجم الثقيل بالله خلنا نسألو سؤال بين ظفرين ستوبيد شوية هو نقول لك من أقوى المجمعين للحليب في تونس أصلا نعم أي هو ناس معناه تعطي فيه 120 طرات حليب يوميا للمعامل نتاع الحليب وهنا احنا هنا نتسالوا بلي نفتحوا قوس في الحكايه هذه كيفاش الدوله تسمح معناها باش انسان ينفرد بعديد المجمعات معناها بعد تقول تحبوا التشغيل وتحبوا التنميه وتحبوا يا الدوله معناها المسؤولين السابقين عاطين القطاع لناس معينه بدعم من شكون تم ناس كبار أخرين في المعامل تيدوا ليه بكبير برشا خلينا من التنمية ومن الشباب ومن البطالة ومن التشغيل كيفاش تحصلتوا على القرض هذا؟ شكون سندكم؟ مسندنا السيد البائع هو اللي سند باش سلك روحه في الوقت هذاك على خاطر هو موج بد روحه من المجمع دونك هو البنكة تحب تضمن روحها وتحب وهو يحب رفضته الناس في الجهة هذيك دونك بأي طريقة أليزي ضمن فيك ها بطبيعة هو بشيفتو كذا لا ضمنتنا ديارنا لكن هو ضمن زاد تكلم صار الشيء هذا المديرين اللي في وقت هذاك معروفين شكون هما ونجموا نذكروه منهم اللي تحولوا ومنهم اللي توع المعاش هذا ما عندهم يد وعندهم في الطرح كعبة هذوما ولو الكلام هذا لكن احنا تو اليوم عندي احكام انا في يدي يا سي الاسعد انا اليوم عندي احكام ما هو كيما حكينا انت تحكي لي بالاحكام وانا نحكي لك بالكلام اللي تقول فيه خطيره خطير لكن باش خطير اذا كان انا نكذب واذا كان انا ما عنديش ما يثبت يعني عادي عيطولك راه انا نورمال عادي انا استنى فيه اليوم فما قانون في البلاد ما تنجمش تجي تخرج تعطي تصريحات وتحب مرور الكرام معناها نخرج في الميديا ونتكلم بالكلام هذا انا واثق اش قاعد نقول وانا عندي احكام هذا حكم ابتدائي على البنك وهذا حكم استئنافي دونك هنا وانا نحب تو حقي انا ناشد رئيس دوله باش يجيب لي حقي انا ربحت اوراقي من هذه من المحكمه ايش نعمل بهم وين رزقي مشى يا اخويا نحب فلوسي هذه 100 ملايين يا اخويا نحب المتع صغيراتي ونحب المتع وخياتي اللي هما يعلم بهم ربي صار فيهم وانت شدتك العبره تو هاي بالضبط بطبيعة على خاطر الموضوع هذايا شنو اللي بكي الرجال القهر
على خاطر الموضوع هذا ضرني في الصميم. الموضوع هذا ضرني وضر عائلتي. وضر اخواتي وضر والدي اللي توفاو. من طرف الموضوع هذا انا والدي سي عمجي دربان الله يرحمه وعمي البين وعمي الهادي اللي هو زاد ابويا الثاني فهمت. ما كنتش انا باش يموتوا هما ما هماش مطمئنين على اولادهم. والحمد لله اليوم اتعديت الحكاية هذه واللي مات الله يرحمه والحمد لله خرجنا بالبلاد من المشاكل اللي هي فيها. ونشكر الشعب التونسي اللي انتخب رئيس الدولة اللي هو صادق باش الناس اليوم قاعدة تاخذ فيها حقوقها. خسرت فلوس؟ خسرنا كل شيء قادرنا كان هذاك المجمع. أنا إنسان أنت حتى أولادك معناها وبنتك أولادنا قاريين وناشعين كيف تلقاهم معناها يبطل ولدك. يبطل قرايته باش يعين بوه. هذه حاجة توجع. كنت مستثمر كبير بطبيعة. إنسان كان يعيش في مستوى معين تلقى ناس معناها تلعب بيك معناها الناس حتى على مستوى المسؤولية الكبيرة في الدولة معناها تعاون في الموضوع. شنو هذا؟ شنو هذا؟ احنا وين؟ احنا معناها فخرنا بلادنا وفخرنا مسؤوليننا. إذا كان أنت تلقى المسؤولين معناها يوصلوا بيك الدرجة كيما هذه وعلى الدنيا السلام. احنا عبارة كنا ميتين ورجعت فينا الروح كيف جاء رئيس الدولة اللي هو انسان صادق وانسان طبق في القانون. واحنا انا كمستثمر كشخص مصفاقس نشكره وبارك الله فيه. واليوم بدينا نشوفه اليوم انا عندك تشوف احكام من اليوم عندها اكثر من 10 سنين ما تخرجش وناس تلعب في كل بقعة ومن بعد وتلقى حقك ضايع ويعلم بيك ربي انت كيفاش عايش شنو اللي صاير فيك. هذه حاجة ما تنجمهاش الشر. انا والله ما نبكي عليها الدنيا هذه حاجتين بيكوني في الحياة هذه كيف نتذكر والدي وكيف نتذكر صغاري اللي تضروا في الحكاية هذه. هذا من الحاجتين يقلقوني برا. أم باقي هذا هالمال وهالحكايات هذه احنا عملناها بيدينا وقادرين باش نعملوه ما يقلقناش. فهمت؟ خاطر الراجل ما يخافش من الدنيا. الدنيا تمشي وتجي. فهمت؟ انما باش ما علاش الظلم الكل؟ احنا نحبوا الناس باش تبرد نارنا. الناس هذه لازم تحاسب. يحاسبوا؟ تو حاليا مازال. صحيح قاعدين ناخذوا في الاحكام. واش هذا؟ احنا تعدت علينا ويلات كبيره اما احكام واما الناس هذيك نشوفها البر انا ما يساعدنيش ما نرضاش. وانه انا الثوره التونسيه نقيسها بي انا يا نشحت يا ما نشحتش. خاطر اللي صار عليا انا ما صارش على البلاد في تونس ما صارش على برشا ناس تعبات معينين انا منه. هذا موضوع كبير برشا وفي برشا ترافقين وفي برشا وبرشا حاجات اللي هي مش معقوله. مش معقوله شنو هذا؟ فهمت؟ وانت كي راك كيف تحكي لشكون تقول له بنك خليه بنك يا ولدي بنك يا سيد الرئيس. انا بعثت له سيد الرئيس على البنك راسلته وبعث له واهو ديجا مشى بيديه وشاف الخور شاف خور تشري هذه ناس تعاملتها البنك نتاعهم ماهيش نتاع دوله.
يعطيوا للي يحبوا وينفذوا على اللي يحبوا ويبيعوا ويشتروا على اللي يحبوا. امشي الصباح للبنوك تلقاهم الصباح في القهوه، الناس تقول يا فتاح الرزاق تشد البير والناس تشد القهاوي تبيع وتشري في القهوه، وتنجموا تشوفوها الناس هذه. شنو هو بيع ويشري في القهوه؟ مقابلات في القهوه الصباح، هاي التسعه انت مع فلان، الثمانيه ونص مع فلان، العشره مع فلان، ما يدخل البيرو حتى تمشي البيرو. انا بسيفتي خذيت القرض هذا وبسيفتي تعاملت مع البنك او نتعامل، تمشي المسؤولين اللي بيهم الحاجه ما تلقاهمش الصباح، ما تلقاهم كي بعد العشره. علاش يربطوا في خيوطهم نهار لحد يعملوا قعدات في بعض البر واللي في بعض السنيات واللي في بعض كذا ويتعاملوا، والله يعلم. هذا منا يحكموا على العباد اللي يحبوا يحكموا عليه بالاعدام، يحكموا اللي يحبوا يهزوه يهزوه، واللي يحبوا يطلعوه يطلعوا، اللي يحبوا يكسروه يكسروه، واللي يحبوا يقفزوا بيه يقفزوا بيه. هذا اللي قاعد يصير في البلاد، واقع واقع ما ينكروا حد. واللي يفهم في الدولاب هذايا واللي يتعامل يعرف كل شيء، فهمت؟ دونك احنا في وقت من الاوقات الدوله ماهيش ملك التوانسه، ملك ناس معينين. تو قاعدين بدينا نشوفوا في بدينا نجدوا في الهواء. شنو اللي رتحك مورالمون باش كي تبدا تحكي على حكايتك القديمه ما عادش تبكي؟ انا اللي رتحني كيف ناخذ حقي، حقي وحق اخواتي وحق اخواتي تضرت. احنا قلنا المره اللي فاتت في الانترفيو اللي فات قلنا توقفنا، انسان يتوقف وانسان احنا ما احناش شويه رحنا عيل دار دربيل في صفاقس، ما ناخذوا انا شكون باش يرجع لي الاعتبار نتاعي هذا؟ انت يا مش تحكي انت في تسمع بول دربيل توقف في الحبس على شنو؟ على ربع صور دي، واحنا عندنا الوالد حط رزاق واحنا كوننا رزاق وكوننا كذا، تي قل قطعه تبيعها ولا قل مرجع تراب يخلص المئات الملايين، تلقى روحك انت واهل في حتى رزقك تبيع بتراب الفلوس استغلته كلاب السوق. وعندنا ما يثبت في اللي قاعد يصير غير قانوني، تي موضوع كبير برشا، فهمت؟ يلزم هذا احنا نموذج للدوله التونسيه في اللي قاعد يصير، ورئيس الدولة أنا نموذج قل له إيجا نعطي إيجا شوف إيش عندي واللي عندي أنا والإثباتات واللي تعدى علي أنا تحل به مشاكل تونس. تو تتحل مشاكل كل، إذا حليت لي مشاكلي أنا حلت مشاكل تونس، الخطر أنا نموذج منفرد قليل، نموذج اللي صار فيه والترغدين اللي صار، لكن أنا من الأول ناخذ في الديسارج عندي اللي ربحته في السنين هذه، اللي انا مانيش هكا الانسان التايه واللي ما نعرفش. شكون ورا قضيتك؟ شكون ورا قضيتي؟ معناها انت كيف تلقى قضايا معناها تقعد بالعشر سنين، ثم ناس باش تضر بطبيعه. 10 سنين؟ اي 10 سنين، كي تقعد قضايا بالعشر سنين تعرف باللي ثم يد، قلته في الانترفيو اللي فات، ثم يد معناها باش ثم ناس باش تضر. على مستوى البنوك، على مستوى رجال الأعمال، على مستوى كذا، ما هوش موضوع هكا برا. ما يتحلش عليه موضوع. علاش أنا قلت ما يحلوا الموضوع هذا كرئيس الدولة؟ على خاطر الناس أنا ترقت بين الوزراء الكل نلقاهم عاجزين. دونك هنا يلزم يد من حديد من فوق من أعلى هرم. يضرب كيما قاعد كيما ضرب البنك الفلاحي بالضبط وصوب عليه ووقفهم على الغلط نتاعهم. كيف كيف انا في الحكايه هذه بالضبط، وانا قلت لك عندي احكام في الحكايه هذه. هو الفساد اللي قال عليه رئيس الدوله انا مستثمر، واهو اللي قال عليه واهي البنك الفلاحي يا سيدي، اللي الناس تقول لك كذا، اللي الناس تحلف فمها وتتجلى وتقول لك ماش كذا. السيد الرئيس اللي عمله هيك صحيح وهيك اللي قاعد يصير، وانا نموذج صحيح. لا قالوا يعني في الشعبويه الرئيس، ما ثم الشعبويه ثم واقع، لكن الناس مورطه ما يحبوش الراجل يحل البيبان هذه على خاطر الناس باش تحرق. يا اخي كيما تمتعت انت وسرقت تحمل مسؤوليتك، راهي ثم ناس تضرت واحنا ما نسامحوش كشعب، ما نسامحش وما نبرد الا من رئيس الدولة يجيب لي حقي. ما نبردش مستحيل والله، هذه الاخر عمري الا ما ناخذ حقي. لو كان نعرف نخرج برا من تونس نشكي به الناس هذه، تاما تسامح هذه. اما الشعب يحكي شعبه هذا من الناس اللي غلط يخلص ويتحمل مسؤوليته كامله، كيما انا قاعد نتكلم نتحمل مسؤوليتي كامله.
ما نتكلمش من فراغ، انا نتكلم من حاجات صحيحة. دونك خويا، ولهذا نحب حقنا والسلام.